السلام عليكم يا أهلا. كان القميص سببا في حزن يعقوب عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ثم أصبح القميص سببا لفرح يعقوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لذلك ما يحزنك اليوم قد يسرك غدا. شكرا. وش رأيكم في هالمبروكة يا إخواني وخواتي؟ بذمة وضمير أبيها بمنتهى الصراحة، لا تجاملون، مناشف ريفي، أعلنت لهم فوق 6 مرات، أعطوني تجربتكم بمنتهى الصراحة، والله أنها أطلق منشفة استخدمتها في حياتي. الآن صار لي أستعمل مناشفهم فوق 2 سنين، ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن أبي رأيكم أنتم. شفتوا انطباع الناس يا إخواني الغالين وخواتي الغاليات عن المناشف، وأنا قسما بمن أحل القسم، تراني في غنى. لو ما كانت تجوز لي ولا ما ناسبتني ولا أنا ما أرضاها على نفسي، والله ما أعلن لهم. لكن يا جماعة والله اللي يشتري من عندهم إنه ما عاد يغيرهم نهائيا، خصوصا الناس اللي يتحسسون في مسألة المناشف. عالم فظيع في عالم المناشف، والله أن الأهل عندهم من مناشفهم، والوالدة وأنا، ومن سنوات تراها ممتازة ممتازة جدا، تنشف الشعر من الدرجة الأولى. طبعا هذه ربطة الشعر، هذه المناشف اللي جبناها معانا في السفر، وهذا سلمكم الله الكعبة، فظيع حق هبهبة يا حسين، خصوصا الآن وقت فصل البرد يدفيك، وحق هبهبة ويدخل معاك الهواء من كل اتجاه. أنا أفضل على الروب، رغم أن الأقمشة اللي بياخذ من عندهم والله ما يندم، عندهم تجارب امتصاص الماء، لو بتحطها مع منشفة ثانية بتشوف كيف فظيعة في عالم الامتصاص. ما توبر، ما تنمش، لو تحط لصق وتطلع ما تلقى الروس هذه اللي تزعجنا في الشعر تبقى، انسى. بس انا ما بسوي التجارب لان ما يلحقهم شك نهائيا. انسى مسألة الوبر اللي يطلع في شعرك بعد ما تتروش، انسى مسألة انها ترجع على خانة في الجسم مرتين، المكان اللي تمر في الجسم ما ترجع له لانها تمتص امتصاص قوي وتنشف لك الماء بشكل فظيع. سبحان الله قصة نجاح، والله اني كنت اعلن لهم من يوم كان متجر الكتروني، الان ما شاء الله عندهم فروع وبدأوا ينزلون على ارض الواقع، وطق عصي على الفروع، عالم وزحمة، قد سويت لهم كذا تغطية، ما شاء الله الفروع عندهم مليانة، الله يرزقهم ويفتح لهم فتح مبين. زبدة الكلام عندهم الاسبوع الازرق على منتجات ريفي، خصم 50% باستخدام كود الخصم، بنزل لكم البوست الان. اتحدى واحد يشتري من عند ريفي ويرجع زعلان، ولا يقول الله يقلعك يا غازي انت وإعلانك. اتحدى سواء من اخواني الغالين ولا اخواتي الغاليات، خذوا ما جاكم في وجه.